الرصاص لوحات فنية بأسعار مخفضة. يا للهول، كلا شكراً. لا، رفض آخر. أوه، الشخص الغريب، الناس ده، أنقذوني. إيه ده، ما الأمر؟ لا يريد أي أحد شراء أعمالي الفنية. يا جدي، ما الذي تفعله في حلوق القمامة؟ ما الذي تخطط لفعله بهذه القمامة؟ ألا تزال لا تثق بي؟ حسناً، شاهد وتعلم. سأضع غطاء القدر على اللوحة، ثم سأبدأ برش البخاخ على اللوحة. هدفي هو تغطية كل اللوحة بما في ذلك الغطاء. ثم سأضيف بعض الطلاء الأبيض على الزاوية. سأملأ الفراغ بالكامل. حان الآن دور الكيس البلاستيكي. سأربط بالكيس على الطلاء الأبيض لإزالة البعض منه. هكذا، ثم سأنثر بعض قطرات الطلاء الأبيض. حان وقت إزالة الغطاء. وانتهيت، اللوحة جاهزة. ما رأيك؟ واو جدي، إنها تحفة فنية. لا أصدق مدى سهولة صنعها. خذ، يمكنك عرضها للبيع. أريد هذه اللوحة، سأدفع مبلغا كبيرا. مكان مناسبا. حقا؟ لديكم الأشجار والطبيعة. ازداد حماس المنافسة. يمكنك المراهنة على ذلك. لا أعرف. مدى؟ توقف عن النظر إلى رسمتي. لا يهم، حسناً، سأكون هنا أيضاً. ما الذي يمكنني رسمه؟ وجدتها، إنه لطيف. أمل أن ديفيد لم يرى. لقد رأيته أولاً. أها، فليفز أفضل رسام طيور. بعض الدوائر المرسومة بمهارة تحقق نجاحاً كبيراً. عليكم أن تعرفوا أين تضاف الخطوط. رائع، أليس كذلك؟ لكن بعض الألوان ستجعلها زاهية حقاً. يدل الأصفر على السعادة، أليس كذلك؟ إنه مثالي لرجل مبهج. وماذا عن بعض الأخضر؟ درجة لون مسالمة، وسأضيف بعض الأزرق ليجذب أعين الناظرين. التلوين عند الحواف أولاً هو أفضل خيار دائماً. يجعل عملية التلوين منظمة، أليس كذلك؟ كدت أنتهي؟ تبقت بعض اللمسات نهائية. وهكذا ينجز الأمر يا رفاق. عمل فني حقيقي، ألا تتفقون معي؟ أجل، أنا سعيد بالنتيجة جدا. ما هذا؟ احتجت إلى يد إضافية. اتضح أن اليد هي كل ما تحتاج إليه. حسناً، اليد وبعض النقاط والخطوط الموضوعة بشكل استراتيجي. هل يمكنك رؤية وجه الطائر؟ لا تقلق، سيتضح قريباً. ستكشف هذه الأغصان الأمر. وها هما قدماه الصغيرتان اللطيفتان. سأضع قليلاً من اللون الأخضر. أظن أنها رسمة تمدك بالسلام. هل يمكنكم رؤية الطائر الآن؟ أنا مبدعة حقاً، أليس كذلك؟ حسناً، إن أردت رؤيتها فعلاً، ليست شديدة السوء. أوه، أظن أن الرسمتين رائعتان. هل نسأل المعلم؟ حقاً، أمل أنه بخير. يبدو أنه غفى سريعاً. استيقظ! أوه، لقد انتهيتما، أليس كذلك؟ أوه، عمل رائع. والآن أمهلاني 5 دقائق. حسناً إذن. رصاص نستخدم، الأزرق أم الأخضر؟ انظروا إليها، أحبك. سأراك لاحقاً في أحلامي. عجباً. حلزون؟ رائع. من سيدير العجلة؟ لقد فزت. كنت متأكدة من أنني سأفوز. هيا بلا يدين مجددا. حسنا، أن يمكنني فعلها. ها أنا ذا. ربما يمكنني المساعدة. ها نحن ذا. أنت مخطئة. لكن كيف ذلك؟ حسنا، سأجرب. أغلقي عينيكِ. لماذا تتصرف بغرابة؟ حسناً،
لحسن الحظ أحمل عصابة للعين. كيف أبدو؟ رائعة. هذا أصعب مما يبدو. أنت رائعة، أعني إنك ترسمين بروعة، علي تقبيلها. انتظروا، لا يمكنني أن أنسى هذا. أتمازحونني؟ لقد أنفقت 20 دولاراً لشرائها. غبية. حسناً، علي التصرف سريعاً. سألقيها خارجاً. من يحتاج إلى زهور ثمينة وفي يده قلم حبر؟ أرسم زهرتك الخاصة. إنها رومانسية أكثر بهذه الطريقة. تبقى الجدع وستنتهي. آمل أن تعجبها. لا فكرة لدي عما رسمته. إنها جيدة جدا، أعني إنه حلزون. لقد رسمت شيئا. لأجلي؟ أنت أجمل من أي وردة. أخجلتني، ولكن هذا رومانسي للغاية. أوه غامض. هيهي، سأفاجئ أشلي. أوه، هذا مقزز جداً، كذلك رائحتها بشعة. ما تلك الرائحة؟ آسف. مهلاً جاستن، أعلم ما يمكننا فعله. تفقد هذا. سأبدأ برسم شجرة ثم بعض التفاح. لنضيف بعض أوراق الأشجار الخضراء. من الأفضل أن أبقى داخل الخطوط. تبدو جيدة. سأضيف أخضر داكن للأوراق، إنه يعطيها قواماً. وبالطبع يجب أن يكون الجذع بني. استخدام ضربات قلم عمودية تجعله يبدو كالخشب. ثم سنلون التفاح بالأحمر، تبدو غنية بالعصير. تدا! إنها شجرة تفاح. إنها جيدة، لكنه ليس تفاحاً حقيقياً. جاستن، انظر! أوه، هذا رائع جداً. هذا لذيذ جداً، جربي واحدة. أظنني سأجرب. هل تظنين أن بإمكانك رسم بيتزا؟ تعالي. إنها مجموعة طلاء مع إسفنجات المكياج. إنها طرية للغاية، ربما علي تعديل مكياجي. أحتاج بالتأكيد إلى بعض التعديلات. أجل، وأنا كذلك يا سكاي. انظري، العجلة. انظري، توقفت عند إسفنجات المكياج. أجل، ولدينا هذه اللوحات الطويلة لنعمل عليها. حسناً، هذه جاهزة للاستخدام. والآن الأيدي. هبا، بلا يدين لنا هذه المرة. حان وقت التلوين. أوه، رأسي. أوتش. حسناً، علينا أن نكون أكثر حذراً. حسناً، لقد أخذت القليل من الأصفر على الإسفنجة. والآن سأطبطب بها على لوحتي وأحاول رسم خط مستقيم. وبالتلوين على هذا الطرف من اللوحة. والآن سأضيف البرتقالية إلى الأصفر الذي استخدمته. حان وقت الوردي الفاتح، وأحتاج إلى لون البحر الفيروزي هذا. هذا ممتع نوعاً ما، أليس كذلك يا لاكسي؟ أحتاج إلى الأخضر في هذه المنطقة. علي مواصلة مزج هاتين الدرجتين من الوردي معاً. نجح تأثير التدرج بشكل رائع. مذهل، جميل فعلاً ومهدئ. لقد انتهيت، كان ذلك عملاً شاقاً. عجباً، هذا مختلف كثيراً عما رسمته. حسناً، انظري إلى ما صنعته. لاكسي، انظري إلى لوحتي. أجل أجل، إنها رائعة يا سكاي. ولكن عجباً. أجل، شكراً، كانت النتيجة مثل ما تخيلت في فكري تماماً. حسناً، والآن لا أعلم كيف أشعر بشأن لوحتي. لا تحزني، يمكننا جعل لوحتك أكثر روعة. سنستخدم هذه الزهرة، سنضعها بوجهها للأسفل على لوحتك. والآن سنضع بعض الطلاء الأبيض على الإسفنجة. عجباً، لنضع واحدة أخرى هنا. مذهل يا سكاي، لقد جعلتها أفضل. أحببت لوحتي الآن. انظروا إلى نمط الزهور، إنه جميل للغاية. العفو، تسرني المساعدة. أحتاج إلى شيء سيلفت الأنظار، وأعلم الشيء المناسب لذلك. درجات الألوان التكميلية ستكون الفائزة، لكن ما زال ينقصها شيء. لكن ما هو؟ أوه، هذه الكرة صغيرة للغاية. أوه، هذا الشيء أذهلني. أمي؟ أوه، ليس الآن. حسناً، تبقى لديك الكثير من الطلاء، مما يترك لي مساحة للعب. شكراً، لا أعلم ما علي فعله فحسب. حسناً، سأجرب قليلاً من. أين ذهبت لوحة ألواني؟
ديفيد، هل هذا أنت؟ ماذرة؟ انظري، لقد رسمت هذا. أدعوها مياه البركة. أها. هو أعلم ما علي فعله. هل تريد اطلاع على وجهك؟ جربها يا ديفيد. هاو، مجدداً. هذا ممتع صحيح؟ يمكنك تكرار ذلك. حقاً؟ ماذا إن استخدمت إصبعي أيضاً؟ ها أنا ذا. ها، النقاط الزرقاء أتي يا رفاق. والآن لوني المفضل. أوهو، لقد انتهيت. انظري يا أمي. حسناً، ليس هذا مذهلاً، لكن لنجرب حيلة أخرى. يمكن للتناظر أن يكون جميلاً، ولإثبات صحة ذلك فلقد ابتكرته بنفسك. إنها فراشة جميلة. سيمدها هذا الخط بالحيوية مع المخطط الخارجي للجناحين. الجانب الآخر، ها أنا ذا. تأملوا هذا الجمال الخالص فحسب. وهذه البداية فحسب يا بني. رفاق، وقت النزهة. تناولوا طعامكم المزيف. أشعر بالملل. هاتف أختي. لا يمكنني فتحه. كل ما أحتاج إليه هو وجهها. برفق، لا تستيقظي. أعطني وجهك. يجب إظهار مقلدي عينيها. يبدو الشريط اللاصق قويا. سأفتح جفنيها بدون إيقاظها. لن أنسى العين الأخرى. ها هما ذا. سأفتح قفل الهاتف أخيرا. ما زال الأمر لن ينجح. ليت وجهها بدأ طبيعيا أكثر. هيا أغلقي فمك. ما خطب فمها؟ فلتبقى مغلقا أيمكنك ذلك؟ كف عن الحركة فحسب. حسنا، هذا لن ينجح. مهلا، سأستخدم قطعة الورق الشفافة هذه. سأضعها على وجهها وسأتتبع وجهها بأكمله. ففي النهاية يتعرف الهاتف على الشكل العام للوجه. إن ثابت على الأقل. علي إتقان تتبع شكل فكها. مثالي، إنها لوحة فنية. أيمكنني مساعدتك؟ لما يبدو هذا مألوفا جدا. إن أردت حقا رسم وجه فاستخدمي صورة. أبعدي يديك، سأريك كيف تفعلين ذلك. أولا أحضر الأقلام خاصتكم. اصنعوا شيئا كحرف H الإنجليزي. أترون أصبح جاهزا. ابدأوا بالتتبع هكذا، وسيرسم شيء نفسه على الجانب الآخر، فهو يتبع حركاتكم. أترون؟ لا يحتاج الأمر إلى جهد يذكر، ولن تحتاج أدوات فنية أخرى. يبدو الرسم دقيقا، أليس كذلك؟ وكأنك تنظرين إلى مرآة. أنت نجح الأمر لك لاحقا. مهما فعلت لا تقرأي رسائل النصية ولا تنظري إلى صور الكاميرا خاصتي. لدي شعور جيد بخصوص هذا. قلب حب، إنه لطيف جداً. من سيدير العجلة؟ أنا رائع في حرب الإبهام. هجل، لقد فزت. كنت قريباً من الفوز. أرجوك لا تكن خياراً صعباً. بلا ورق، ولكن كيف أرسم؟ أظن أن عليك اكتشاف ذلك. انظر إلى هذا. سأبدأ برسم خط في المنتصف، ثم خط آخر، ثم بعض الخطوط في الأعلى والأسفل، والآن على جانب القلب. القلم الرصاصي رائع لرسم الخطوط التوضيحية قبل أن نستخدم الحبر. حين تنتهي من الشكل الأساسي، استخدم منحاة لإزالة الخطوط التوجيهية حول الحواف، ثم أنسق قلم الحبر واتبع الخطوط. يصنع هذا تأثيراً ثلاثي الأبعاد. والآن سنضيف الألوان. تذكروا أن تلونوا داخل الخطوط. حين تنتهوا، أضيفوا الظلال حول باطن الأطراف. القلم الرصاصي العادي مناسب لذلك. أضيفوا الظلال إلى أي مكان قد يقع فيه الظل أو حيث تظن أن الضوء سيكون مختلفاً.
إنها طريقة مختلفة لرسم قلب الحب، ولكنها تبدو مثيرة للإعجاب. لقد انتهيت، ما رأيك؟ واو، أعني لا بأس. ماذا يمكنني أن أستخدم؟ أعلم، يداي. الأمر بسيط للغاية، لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي فكرة، قلب صغير، ما رأيك في هذا؟ إنه قلب. كلا، ليس كذلك. آسف. حسناً، وما رأيك الآن؟ استسلم فحسب. أعلم أن بإمكاني فعلها. هيا أيتها الأصابع، لا تخذليني. أظنني اكتشفت حلاً. أحتاج إلى قلم حبر أحمر. سأضع إصبعاً فوق الآخر، ثم أرسم قلب حب. ثم أستخدم قلم حبر أحمر لملئه ببساطة. أعجبني، أم هل أقول إنني أحببته؟ ولكني لم أنتهي بعد. سأضيف وجهاً مبتسماً، وستحتاج إلى آخر للحصول على حب حقيقي. يا للرومانسية، انظري. حقاً، إنه لطيف فعلاً. انتظر، خطرت لي فكرة. لا تفسدي الرسمة، ستكون رائعة. ها هي ذا، إنهما يتعانقان. أظنني سأبكي، إنها رسمة لطيفة للغاية. أكيد، جيدة كفاية لتوضع في إطار. ولماذا أتوقف عند هذا الحد؟ أحتاج إلى الإلهام فحسب. صحيح، ماذا قلتي؟ يا سوزان، أنت سيئة. لا أعرف. معذرة، ورقتي. هذا خطأي. أوبس، انظري إلى ما فعلت، لقد أفسدتها. اسمع، هل يمكنني أن أريك شيئاً؟ هل سمعت من قبل عن صدفة سعيدة؟ هذه إحداها. واو. أنا؟ أجل، يمكنك رسمها بأحجام مختلفة أيضاً. مذهل. لكم دائرة ستتسع الورقة في رأيك؟ لأي عدد تريد. تزداد الأمور جنوناً. يمكنك استخدام أي شيء تقريباً، طالما أنه دائري بالطبع. هل تظنين أننا رسمنا ما يكفي؟ إنها تبدو رائعة، أليس كذلك؟ صافحيني. فنان الصغير، سأضغط الزر هذه المرة. أتساءل ماذا ستختار هذه المرة. شجرة؟ لم أتوقع هذا إطلاقاً. مهلاً، بلا يدين مجدداً؟ لنرى ما سيعطينا السحر لهذا التحدي. أظن أن لدينا زجاجة حبر وقشة. حسناً، أظنني سأبدأ. حان الوقت لإظهار براعة مرفقي. عمل رائع، والآن لنفتح زجاجة الحبر. من الرائع أن القشات معدة للفم فعلاً. حسناً، والآن علي استخدام هذا لأحصل على بعض الحبر. إنها تنجح. هذا يفترض بي أن أفعل بهذه القشة. كلا، إنها تحتسي الحبر. توقفي، إنه حبر وليس صودا. ماذا؟ ظننت أنك تحتسينه. أنا أرسم بالطريقة الوحيدة المتوفرة لي. علي الاستمرار في نفخ الحبر في الاتجاه الذي أريده. لا أصدق أنك فعلت كل هذا بالقشة في فمك. لماذا لا ينجح هذا؟ ربما علي النفخ بقوة أكبر. هيا هيا أيها الحبر الغبي. مهلا، ما الذي على وجهي؟ مقزز، لقد تلطخت بالحبر. لماذا تبكي؟ إنها في حالة مزرية. مهلا، أتوقف. لماذا؟ انظري، لدي هذا الطلاء الوردي. سأضع خطا من هذا الطلاء وخطا من لون آخر أيضا. حسناً، والآن لدي خطوط الطلاء. أحتاج الآن إلى مسحة قطنية. سأغمسها في اللون الوردي الفاتح، والآن شاهدي. وسألمس بها أغصانك من الحبر الأسود. هل ترين؟ تبدو كالأزهار، كبراعم صغيرة تفتحت في الربيع. أليست جميلة؟ رائع، لقد ساعدتني على جعل شجرتي مميزة أكثر. أنا سعيدة لأننا عملنا على هذه معاً. وأنا أيضاً، إنها جميلة. أوه، كان هذا وشيكاً. صح،
حل هذه المعضلة بإدارة للعجلة. من كانت تلك؟ كان ذلك غريبا جدا. هو انظري إلى العجلة. ماذا؟ أو واو، قد يكون هذا صعبا. توقف. ماذا؟ لنجعل الأمر مشوقا. 1 2 3 هيا. هذا موتر للغاية. أو كلا، قلم يا رصاص. لا بأس، معي واحد آخر. هذا لا يسير بشكل جيد. أو بحقك. ها؟ أو غير محظوظة. ليس لدي وقت لهذا. هذا يستغرق وقتا طويلا. علي الإسراع، يكاد الوقت ينفد. ارحل من هنا. أنت أبعدي قمامتك عن فني، مع أن هذا قد يكون مفيدا. سأبدأ برسم راقصة باليه. سيبدو هذا رائعا، تبدو رشيقة جدا. وسأستخدم بري قلم رصاص كتنورة لها. أنا سعيد بهذا حقا. يا أشلي، ما رأيك؟ ضعت وقتا كثيرا، لكن ما زال بإمكاني إنهاء رسمتي. أعطني لحظة. أوه، احذري. حسنا، انتهيت. ما رأيك؟ إنها جيدة، أليس كذلك؟ أحسنت عملا، انظري إلى المؤقت. لقد نجحنا. صافحيني. أحسنت. أظن أن هذه القطعة جائزة. لا أريد التباهي، لكن أظن أن هذه اللوحة تحفة فنية مميزة. سأضعها على الحامل. واو، ما أجملها. أو فقاعات صابون. أحتاج إلى مكافأة نفسي. أجل، الكثير من الفقاعات، أنا أعشقها. مرحبا، لقد عدت. المعبرة، أوقعت اللوحة. أوه، إنها تحفتي الفنية، أفضل لوحة رسمتها. لحظة، فقاعات؟ لقد ألهمتني بفكرة رائعة. أحضرت عبوة كلاسيكية وسأقص جزءها العلوي. سأضع شبكة فوق الغطاء. الخطوة التالية هي سكب الصابون في حاوية زجاجية. هذه الكمية كافية. سأغمس الطرف الشبكي في الصابون. لقد علق الصابون على الشبكة. سأضيف بعض الطلاء. الطلاء الأزرق أولاً، ثم الأحمر والأصفر طبعاً. الألوان الأساسية الثلاثة. حان وقت نقي الفقاعات. سأحرص على الاقتراب من اللوحة. سأبقع بعض الفقاعات الكبيرة. انتهيت، أظن أن لوحتي جاهزة. يا حفيدي، ما رأيك بهذه اللوحة؟ واه، كيف فعلت ذلك؟ لقد ألهمتني فقاعاتك وصنعتها لك. شكرا جزيلا يا جدي. لقد أعجبتني، الفقاعات عظيمة حقا. حسنا، الآن نحن مستعدتان لفعل هذا. ربما يمكنني جعل العجلة تغير اختيارها إلى شيء آخر. هيا هيا هيا، رجاءا. يا إلهي، لقد نجح الأمر، لا أصدق الأمر. والآن يمكنني عمل مثلجات بدلا من الوجه المبتسم. حسنا، هذه الدائرة ملائمة. والآن سأبدأ بعينين، يحتاج إلى حاجبين أيضا في رأيي. حسنا، يكفي من هذا اللون. سأستخدم الأزرق. سأرسم الدمعتين وألونهما بالأزرق. هذا ينجح بشكل جيد على ما أعتقد. ها هو العجين، وذا الأمر ينجح. والآن اللون الأحمر، علي الضغط عليه. علي وضعه بشكل موازن للأزرق هكذا. ليس سيئاً. حسناً، والآن الأصفر. السمايلي لا يكتمل دون اللون الأصفر. علي ملء هذه المساحة باللون الآن. علي التأكد من أن كل مكان صغير ملون. المزيد بعد، وها قد انتهيت. حان الوقت لقلبه. يا إلهي، انظروا كم هو جيد. كلا، أشعر بحكة في أنفي، هذا سيء. أتشو، كلا، انهتح الغطاء. لقد تسببت في فوضى هائلة. أجل، هذا صعب يا سكاي، آسفة. لا يهم، لا بأس، أظن أمري انتهى. مهلا، ربما يمكنني استخدام الملعقة لمساعدتك قليلا. أدفعها من هنا قليلا. ليس وكأن الأمر قد يسوء أكثر. أترين، هذا أفضل، أليس كذلك؟ إنه أفضل. شكراً، على ما أعتقد.
رباه إنها منزعجة جداً الآن، ولكن انظري إلى رسمتي، أليست لطيفة؟ الآن حان وقت التحدي التالي. يا إلهي إنه يونيكورن، أنا سعيد جداً. اهدأ قليلاً، يجب أن أرافق أصحاباً جدد. ماذا تفعل يا كريس؟ أنا الأميرة اللامعة، حاكمة مملكة قوس قازح. بالطبع، هذا مظهر جديد لك. توقفي، أنت تفسدين هذا. لنذر العجلة. هذا رائع. بلا يدين ليست مشكلة، ها نحن ذا. سأضع يدي خلف ظهري. هذه فكرة جيدة. ظننت الأمر سيكون أصعب قليلاً. ليس سيئاً. انتهيت، ما رأيك؟ ليس سيئاً، هذا يبدو لطيفاً. ماذا تعرفين عن الفن؟ سأريك كيف ترسم اليونيكورن، دعني فقط أتفقد المقياس. أجل، أتفقد المقياس دوماً، إنه يونيكورن بالتأكيد. ماذا يفعل الآن؟ أظن أن لدي خطة. ينبغي أن يسهل هذا الأمر. أبدأ بورقة مربعات ثم أرسم اليونيكورن. قد يبدو مضحكاً في هذه المرحلة، ولكن ثقوا بي، صار يبدو جيداً. حين ينتهي الجزء الخارجي، أبدأ بملء المنتصف. تبدو طريقة جيدة فعلاً لرسم شيء كثير التفاصيل. استخدام الورق مربعات يسمح لك بوضع قياس للرسومات، يساعد على جعل الرسم أسهل كثيراً. حان وقت إضافة الألوان. ليت الرسم كان بتلك السهولة. لنضيف ألواناً أكثر إلى القرن. أخبرتك أننا نعرف ما نفعل. ها هو اليونيكورن الذي رسمته. انظر إلى هذا، إنه جيد، أليس كذلك؟ كيف فعلت هذا؟ أعني يونيكورني بشعر ملون. على الأقل حاولت. أعرف. خذ هذا. مهلاً، ما هذا؟ أوه، يبدو رائعاً للعناق. توجد زرافة صغيرة أيضاً. هذه لي. أوه، حسناً، أظن أن الصغيرة لي. زرافتي أكبر بكثير. حسناً، لا تتحرك، علي رسمك. حتى الآن كل شيء جيد. ماذا تفعلين؟ إنني أفحص الزرافة. أوه، فكرة جيدة. أتساءل كيف يجري الأمر مع جاستين. رسمة واقعية جداً، أليس كذلك؟ سأدعو جاري. سيكون هذا صعباً، إنه لا يبدو كزرافة. يتعلق الأمر بمقياس رسمي الصحيح. مهلاً، لدي فكرة. تضع يدي هكذا وأرسم من حولها. سأضيف وجهاً. والآن إنها زرافة. هيا نلونها. هذا البني لون مثالي، ويمكنني تلوين البقية بالأصفر. علي توخي الحذر، لا أود ارتكاب أي أخطاء الآن. والآن الرقبة. انتهيت. أنا سعيدة لأنني فكرت في هذا. أجل، حسناً، هذا جيد جداً. أنا آسف يا جاري. يمكنك الحصول على هذا. شكراً لك. أنبوب ورق تواليت آخر. تعال معي وأكمل برجي. أجل، قلعتي شبه جاهزة، إنها رائعة. يا جدي، هل أنت هنا؟ لا أستطيع العثور على نظارتي. لا يمكنني الرؤية بدونها، أنا أعمى حرفياً. توقف عن الرفرفة بذراعيك. لا، قلعتي الحصينة لقد انهارت. ذهب كل تعبي وجهدي سدى. اسمع، هذه نظارتك، خذها وانصرف. تبدو غاضباً، ماذا حدث؟ تحطمت كل أحلامي. يبدو حزيناً. مهلاً، يمكنني إصلاح ما أفسدته. أحضرت أنبوب ورق تواليت بحيث يصبح مسطحاً، ثم سأقصه إلى دوائر. ممتاز، هذا ما خططت له بالضبط. حان وقت الخطوة التالية، مسدس الغراء. سأضيف قطرة هنا على الطرف. ممتاز، أحتاج إلى حلقة أخرى. سألصق هذا الطرف على الطرف الآخر. جيد، إنها تبدو بشكل مطلوب. سأواصل الآن وأضيف المزيد من الحلقات. وهكذا صنعت دائرة كاملة من الحلقات. سأضيف المزيد من الحلقات بين الحلقات الأولى. وانتهيت، حان وقت طلائها باللون الوردي. يا جدي، انظر ماذا صنعت لك. أنا أعرف مدى حبك للفن.
ماذا؟ هل صنعتها من أنابيب ورق تواليت؟ أجل، وانظر، يمكنني تعليقها على الحائط كديكور. هكذا، ما رأيك بها؟ إنها رائعة، لقد أعجبتني.